معلم اوراها معلم. مين؟ انا اللي ياما انقذتني في الخناقات بتاعت الافراح مع الست دهبية. انا فرجاني. وده زمان. ده زمان قوي. عم فرجاني هو ده اللي هيجيب لي الليالي؟ هو ما بيقوم من النوم بيبان انه كبير في السن. تحت امرك. لا هي كانت مصلحه يعني يا معلم اورا ليك فيها قرشين. بنت تايه بقى لها 20 سنه كنا عايزينك تجيبها لنا يعني، بس واضح ان مفيش نصيب خلاص. يلا انت جيت لي متاخر يا فرجان. اقول لك طلبك موجود. ابوس ايدك دينا ابوس ايدك. دينا يا عم الشباب والرياضه. يلا خد ايدي بس. خد. ايه هتودينا على فين؟ تعال بس معايا. ايدك اسند بكتيريا. افحى يا بكتيريا. بدل اجيب ليالي. قول يا رب. معلم اورا واضح ان بكتيريا تعبان، احنا بنعدي عليك وقت تاني. اصحى يا عم يا تعفن من كتر النوم. تحب ننقله المستشفى؟ لا ده مجرد شويه تسلخات. ده جن دلوقتي يصحى يبقى كويس. ما تقوم يا قاد. في ايه؟ المصلحه هتروح يخرب بيتك. يعني هو لما يصحى المصلحه تنقضي؟ خليه نايم يا عم. مصلحتي يا مصلحتي فرجاني هيفهمك كل حاجه. بقولها يا عم اورا احنا نيجي وقت تاني بقى. لا يا باشا لا يا باشا انا جاي معاكم في المصلحه. واحنا متشكرين اول غينا المصلحه. وانا بقول جاي معاكم في المصلحه. يا عم اتفضل احنا قلنا حاجه. جميل بيفكر في ايه؟ عادي بشم شويه هوا واستمتع بالمنظر الجميل ده. بص يا ليل لو عاوزه تسافري بره مصر تستجمي. اسافر يا انكل؟ ما انا طول عمري مسافره. ده انا ما صدقت جيت هنا. اسمعيني يا ليل اسمعيني، لو اهلك دول بيفكروا فيكي زي ما انت بتفكري فيهم كانوا دوروا عليكي من زمان ولقوكي. دوروا عليا فين بس وانا اصلا طول عمري عايشه بره مصر؟ وماله هو دلوقتي انت موجودة في شرم يعني في مصر. انا قعد والواد رمزي عامل لنا مسمكة جامدة قوي قوي قوي. استحيلك كده حبتين مع نفسك وحصليه. تعب يا عم. في ايه توك توك وخوذة؟ انت رايح تحفر في مترو الانفاق؟ وانت مالك انت؟ ده لبس الشغل. فين العنوان بتاع الراجل اللي كان متجوز دهبيه؟ اتفضل يا استاذ هايش. هرش اوعى كده. اركب يلا اركب بسرعه انت اهو. حد قايل ان احنا رايحين ننزح مجاري؟ يا عم الامور احنا رايحين ندور على واحده. لا ومش من اولها لوكلوك لوكلوك. وبالنسبه لللبس، اللبس ده انا قتلت بيه قبل كده وسرقت بيه قبل كده. اركبوا وانتوا ساكتين ماشي؟ معاك البودره؟ اهي خليها تاكلك بس واحنا هنورث لك بما يرضي الله. استعنا على الشقه بالله. هو ده البيت، هو ده البيت اللي كان ساكن فيه جوزها يا رجاله. انا مش عارف ايش يكفيك انت وتوك توكك ده. خليكوا ورا الجربان لغايه باب الدار. اياهن ان احنا هنتحبس على ايدك. انت تكتم وانت تغرس وانت تسكت خالص. بقول لكم ايه؟ عايزكم تقلبوا البيت ده لحد ما تلاقوا اي خيط. اي خيط يدلنا. خيط ايه؟ احنا جايبين معانا مجرم ولا منجد؟ وبيت ايه يتقلب؟ يعني هو كده مش مقيوب؟ ولا دور انت ساكت ولا؟ انت يا عم فندام هندور على ايه؟ هو شغل مجانين ولا ايه؟ وبعدين بقى خلاص بس حاضر يا باشمهندس هندور معاك اتفضل. يلا يا اخويا دور انت اهو. ايوه انت دور هنا وانت دور هنا وانت دور هنا. بس ايوه دور عندك كده. ما تسيبش اي حاجه. اي حاجه تدلنا. انا بقول اهو انت بتدور ليه وانت افراح؟
مش عرفان يا عم، بندور اهو. ايه صعاد اف 16777 5 بس لقيتها. ايه يا ابني نمر التليفون؟ ايوه ما ده اول الخيط حبيبي. تصدق يا ابني انت فعلا ابن المعلم قورة؟ تعالى ايه تستاهل إيه؟ هرش حلو. لا انا ما عملتش حاجه يا جدعان، تكلموا نفسيكم. مش شايفين ده رجالي؟ الله ربنا يكرمك، اهرش لك نار في حتة البحيرات. مش ست سعاد اف 16 المعدلة؟ مش مصدقة نفسي، أربع رجالة ومرة واحدة وأحجام مختلفة. أحجام مختلفة إيه؟ أنت بتكلمي أزايز حاجة ساعة. يا ست سعاد إحنا جايين في مهمة محددة، ما هياش علاقة بعددنا أصلاً. والله ما بتفرق معانا الأعداد، أنا جاهزة والأوضة رشاها بارفان. لا أنت فاهمانة غلط يا ماما. ماما ده إيه يا أخوي؟ انت هتقلب عليا المواجع. سيبونا سايكر هنا يا عيني. ها ست المسدس بطل نعناها بدل ما فركتلك دماغ. ها تعرفي صاحبة الصورة دي؟ مالها يا اخوي؟ دي بنت الست ذهبية اللي انت كنت متجوزة جوزها في القرن الماضي. بنت ذهبية المطربة؟ ايوه. البنت التايهة دي؟ ايوه البنت التايهة دي. احنا بقى عايزينك تجيب لنا التايهة دي. والله انا كل اللي اعرفه وسمعته ان في واحده متبنيه. ايوه مين بقى الواحده دي؟ ريم هانم بتاعت الزمالك. ايوه ريم هانم بتاعت الزمالك. عارفه بقى طريقها فين يا تيزا؟ ايوه عارفه يا باشا، هجيب لك العنوان من جوه. انا بقى فرصتي بقى المصلحه دي اوديت. مصلحه ايه؟ بجد احييك على فرصتك المعفنه يا معفن. الله يعزك. ومن عندي بقى هرشة جماعية كده جدعان. الله. والآن نستمع إلى المطربة الشعبية سمر في أغنية الحنطور.